السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطان سالم الشامسي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، كلية إدارة الأعمال والجودة الشاملة. لماذا اخترت جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية لأكمل تعليمي الجامعي؟ كان هنالك سببين. السبب الأول هو التخصص إدارة الجودة، وهو يعتبر من التخصصات المطلوبة حاليا في سوق العمل. وثاني سبب كان هو طريقة التدريس في الجامعة، لأنها هي جامعة إلكترونية تسهل على الدارس الوصول إلى المعلومة وإلى الدكتور نفسه، خاصة أن الدكاترة اللي توفرها من الجامعة من جميع أنحاء العالم، من أمريكا وسنغافورة والسعودية. وكذلك طريقة التدريس اللي هي التعليم الإلكتروني يعتبر تحدي للطالب، وفي نفس الوقت تسهل له التوافق ما بين العمل والدراسة، وخاصة نحن نعيش في عالم يزيد فيه الضغط على الموظف اللي يحب أن يكمل الدراسة الإلكترونية. وتعتبر هذه الجامعة حاليا انطلاقة التميز والتغيير في عالم التعليم العالي.